اسامه عبد الله، تعطشنا عليكم قلنا لازم نجي نزوركم في المعرض. حياك الله. بس صراحة اتحفتونا باللي راويتونا اياه. حياك الله ونورت الجناح. أول شيء كل المعرض مغطى بالذهب، أقول مغطى بالألمنيوم. إي نعم. وهذا فخر لنا مملكة البحرين وفخر لشركة ألبا. وفخر للي أسسوها هذيك السنين. إي نعم. الله يرحم الميتين والله يطول عمر الحيين إن شاء الله. بقول لكم يا أختي عن المعرض. احنا زرنا معظم معظم أجنحة الدول، بس صراحة ما لقينا عندهم ذهب الا في مملكة البحرين. ومو ذهب، شوف التشكيلة والروعة اللي فيه والبصمات البحرينية، الحمد لله رب العالمين. ما تلقى الخيط اللي في بلادك ام الذهب. وحتى شركة ماكلينن اخذوا فكرتها في الصناعة الاصلية، أخذوها من فكرة ثوب النشل اللي شلون البحرينيين أجدادنا الأوليين كانوا مبدعين في الإبداع. أخذوا نفس الفكرة طبقوها على الألياف الكربونية، وخذوا الحين يعني السيارات اللي تجي من ماكلارن يستخدم نفس أسلوب فرقة أجدادنا البحرينيين. وطبعا شركة مملكة البحرين تملك 50% منها، لذلك يعني دائما تفوز إن شاء الله. انتوا عاد انا ادري في ناس واجد يقولون هذا البحريني مبالغ في ديرته، انا مو مبالغ. شوفوا 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 شوف. نفس الفكره ونفس الالياف، نفس الفكره اخذوها من عند اجدادنا البحرينيين. شوف هذه حتى الخطوط الذهبيه استعمل نفس الفكره. الحمد لله الحمد لله، اجدادنا مبدعين من سنين، وارض البحرين ما تخرج الا الطيبين والمبدعين. والله صراحة اتعطشنا وقلنا لازم نجي لكم في هذا مع الاكزيبيشن 2021 واللي شفناه في معرض، واللي شفناه في جناح البحرين ما شفناه في غيره. شفنا شلون طريقة أجدادنا اللي كانوا يبدعون في النسيج أخذتهم أكبر شركات العالمية وطبقتها، وشيء واقعي هاكم أشوف، يعني مو هو بس كلام إن ولد البيت ويرفع بيتهم، واقع. وشفنا الذهب وابداعاته اللي ما شفناه بعد في اي مكان في اي جناح ثاني. وشفنا بعد الشخصيات اللي تسوق البحرين من مركز التنميه، مجلس التنميه الاقتصادي اللي راح ان شاء الله في 2030 يرفع البحرين ونشوف الانجازات ان شاء الله. الله يسلم. طبعا انجازاتكم من الحين البصماتها واضحه. الله يسلمك. وبعدين بعد تطلع لنا 2040 2050 2060، واحنا ان شاء الله دائما البحرين سباقه. فعلا لما زرنا جناحنا في مملكه البحرين حسينا بالفخر وحسينا بانجاز وحسينا بعزه بلدنا. الله يسلمك. حتى احنا مغطين بمصنع الالمنيوم مال البحرين اللي يعني يطيرك في السماء في الطائرات، يصنع الطائرات، ويعني انجاز مميز. الله يسلمكم ان شاء الله وياكم. وانا مع لؤلؤة البحرين عدل مهدي جاسم، الواحد يفتخر انه لاقاكم في الجناح البحريني. الله يسلمكم ان شاء الله. هني عندنا متجر الهدايا، بس انا ما ابي اطلع فيه. طبعا البحرينيين مبدعين من قديم الزمن، وحتى هذا الجيل بعد واصل للإبداع، وهذا إنتاج أيادي بحرينية، بس معظم اللي جابوهم صار عليهم إقبال ومعظمهم خلصوا. حتى أنا بعقيت أخذ هدايا مميزين شفتهم عند ربعي بس ما لحقت عليهم، إن شاء الله مرة ثانية ألحق. مشكور أختي أسماء عبد الله. حياك الله. أنا متأكد في المستقبل بقول لك الدكتورة. إيه. إن شاء الله. الدكتورة تركب على شكلش وتركب على لسانش وتركب على عطائش بعد. شكرا. إن شاء الله وياكم. والخدمة ريم الصددي، والله تعرفون تختارون تعرفون تختارون من تجيبون. الله يوفقكم إن شاء الله. أجمعين. أنا صراحة فخور أشوفكم في هذا الجناح البحرين. حياك الله. والبحرين ومملكة البحرين عرفت تختار النوعيات اللي يمثلونها. ما قصرت والله. كل فخر أشوفكم. وخاصة يعني بشخصياتكم البارزة وعطائكم والتميز. حياك الله.